في عناوين نشرة الليلة: باسيل، كلام جنبلاط، رصاص بالهوى. هيدا رصاص بالهوى، مرس الهجر ولا بالرأس بيتعالج. خلاف الحريري جنبلاط فتش عن سوريا. جنبلاط يخشى على الحريري من المحاسبة الشعبية. بين ريا ونهاد أزيلت الحواجز. الله يقويها الوزيرة. عن جد نحتاج لطرقات أوسع. هلا حطوا الحمد لله وحدة مرة، الحمد لله رب العالمين. صحة القوات بيد حزب الله. أنا وزير بالحكومة اللبنانية وأنا لبناني، ويعنيني كل المواطنين اللبنانيين وكل المناطق اللبنانية بدون أي تفرقة. البابا يختتم زيارته الإمارات بقداس تاريخي فاق حضوره التوقعات. وانتد في فن الخبر. كيم كير بضحك الكوميدي لكل العائلة. قد ايه عمرك كريم؟ 36. كثير كبير علي. وفي ترندز معالي الوزير بالمكتب. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.